مشاريع الأمن الغذائي طبعا المبلغ اللي أعطي من قبل مجلس النواب العراقي 352 مليار أول محافظة قدمت إلى وزارة التخطيط وبطبعا شهادة معالي وزير التخطيط وكادر المتقدم في الوزارة كنت أنا أتابع المشاريع بنفسي حقيقة من الوزير والقطاعات وأيضا الخطط الاستثمارية والعقود وغيرها وطبعا كان حقيقة كل أسبوع يعني 4 أيام أو 3 أيام في وزارة التخطيط والكادر المتقدم رئيس هيئة المشاريع والتخطيط كان معي أسبوعين في بغداد موجودين وأكملنا الإجراءات الكاملة المتطلبات الإدراج في وزارة التخطيط وأيضا أعلن وزير التخطيط أول محافظة هي محافظة المثنى طبعا هذا فخر كبير جدا لنا قدمنا وهذا واجب علينا حتى يسمع المواطن والداني والقاسي وغيرها نعمل لكي نقدم مشاريعنا أول محافظة وراح نعلن أول محافظة وراح نعمل أول محافظة وهذه ليس لأول مرة تقدم مشاريعها في عام 2020 أيضا يشهد الجميع في مجلس النواب أول محافظ قدم مشاريعها في سنة 2021